السيسي يزور الأردن غدا للقاء الملك عبد الله الثاني لبحث تطورات القضايا الإقليمية. سوريا تطالب مجلس الأمن بمنع الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها. وترامب يجدد دعوته للديمقراطيين للتفاوض معه لإنهاء الإغلاق الحكومي. التاسعة مساء السابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، والبداية مع همام مجاهد. أهلا بك همام. أهلا بك حسام، شكرا جزيلا. أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور غدا الأردن للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وقال راضي أن الزيارة من المقرر أن تشهد مباحثات قمة بين الزعيمين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن بحث الجهود الرامية للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. تتميز العلاقات المصرية الأردنية بالتوافق السياسي الكامل في الرؤى والأهداف، بالإضافة إلى روابط اقتصادية وثيقة وممتدة أسهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي. دائما ما توصف العلاقات المصرية الأردنية بأنها نموذج يحتذى في العلاقات الثنائية بين الدول، فضلا عن كونها متجذرة سياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا. ففي كل مرة كانت مصر تخطو خطوة نحو الأمام لتعزيز العلاقة مع الأردن كان يقابلها خطوات مماثلة من الجانب الأردني، فلم يحدث أن خلت الأجندة المشتركة بين البلدين من جهد متواصل لبقاء هذه العلاقة في تميزها. كثيرة هي تفاصيل التميز والاختلاف في الحالة المصرية الأردنية، فليس أدل على ذلك من الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين، آخرها زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للقاهرة في مارس الماضي لتبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسي بشأن عدد من القضايا. ملفات عدة يتعاون فيها البلدان بشكل كبير وتتوافق فيها وجهات النظر للقيادة السياسية لكليهما، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتان السورية والعراقية وملف الإرهاب. وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين زخما كبيرا مع انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وهي اللجنة التي تعد الأقدم بين اللجان العربية والأكثر انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة بين القاهرة وعمان، وتعمل على إزالة العقبات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري للوصول بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. عسكريا تتشارك القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من التدريبات والمناورات، وفي مقدمتها تدريب المشترك العقبة والذي يهدف إلى تنسيق العمل المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة في ظل الظروف والمتغيرات التي تشهدها. We'll be right back.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن محافظة الوادي الجديد تعتبر إحدى المحافظات الواعدة بفرصها الاستثمارية المتنوعة. وخلال اجتماعه مع عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك بمشاركة رئيس الوزراء وبحضور وزاري موسع، شدد الرئيس على أهمية العمل على تنمية مسار الزراعة والإنتاج الحيواني بالمحافظة، كما وجه بإنشاء مجمع نموذجي مميكا بالمحافظة يضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية. وأكد الرئيس السيسي أن هذا الاجتماع يعد بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية ستشمل جميع المحافظات، وذلك في إطار حرصه على متابعة تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الخدمية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية. أعلنت وزارة الداخلية مصرع 6 عناصر إرهابية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج. وأوضح بيان داخلية أن المجموعة الإرهابية كانت تتخذ من خور جبلي مأوى لهم بعيدا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية، حيث دهمت القوات الأمنية الخور المشار إليها. وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة أطلقت العناصر الإرهابية النيران تجاه القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران. هذا وعثر بحوزة الإرهابيين على 4 بنادق آلية وبندقيتي خرطوش وكمية من الطلقات وعبوة ناسفة. هذا وواجهت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائز الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. خلال أسبوع حققت الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة على كافة أصعدة مكافحة الجريمة، فبالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي استهدف قطاع الأمن العام 73 بؤرة إجرامية، ألقي القبض على 703 متهمين فيها، كما استطاع ضبط 264 قضية سلاح ناري متنوع على صعيد ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، إضافة إلى ضبط 16 تشكيلا عصابيا ارتكبوا 44 حادث سرقة وكشف غموض 43 حادثا متنوعا، كما أعيدت 18 سيارة مبلغ بسرقتها، وتم تنفيذ 322,893 حكما قضائيا متنوعا، من بينها 157,689 حكم غرامة. وأمنت الأجهزة الأمنية خلال ذات الفترة تنفيذ إزالة 4,140 حالة تعدي على أملاك الدولة وضبط 279,076 مخالفة مرورية متنوعة. الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وخلال أسبوع أيضا ضبطت 6,117 قضية تلاعب بالدعم وسلع منتهية الصلاحية، بينما استطاعت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضبط 57,507 قضايا سرقة تيار كهربي ومخالفة لشروط التعاقد بلغ المحصل عنها 40,603,009 جنيهات لصالح خزانة الدولة. الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبطت 6 قضايا في مجالات التهرب الجمركي واختلاس واستيلاء على مال عام وغسل أموال بقيمة 36,462,500 جنيه. الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم نجحت في ضبط 823 قضية تهرب من ضرائب عامة وعقارية وقيمة مضافة وجمارك، بلغت المبالغ المسددة فيها لصالح خزانة الدولة 607,316 جنيها. الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات نجحت في مجال عملها في ضبط 3 تشكيلات عصابية و2349 قضية متنوعة، كما تم ضبط 289 قضية متنوعة في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية. الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات نجحت في ضبط 5555 قضية متنوعة في مجال عملها، إضافة إلى تأمين 1206 لانشات وبواخر سياحية. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطت 615 قضية، ألقت خلالها القبض على 661 متهما بحوزتهم مخدرات متنوعة. الإدارة العامة لأمن الموانئ تمكنت من ضبط 409 قضايا التهريب وقضايا أخرى متنوعة، بينما نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في ضبط 3,231 قضية ومخالفة في مجال عملها. أكد وزير الآثار خالد العناني أنه سيتم الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه بفترة أكثر من عام على الأقل، حيث أنه سيكون افتتاحا عالميا تشهده الشخصيات العالمية الكبرى. وخلال تفقده للمتحف بصحبة وفد برلماني، دعا العناني أعضاء مجلس النواب إلى جولة تفقدية للموقع الأثري في محافظة المنيا لتقديم المرحب
مقترحات لرفع كفاءتها. من جانبه أوضح المشرف العام على أعمال المتحف المصري الكبير عاطف مفتاح أنه سيتم إزالة نادي الرماية وربط المتحف بمنطقة النادي والهرم. وأعلن مجلس الوزراء الانتهاء من أكثر من 80% من حجم الأعمال بالمتحف المصري الكبير بتكلفة 10 مليارات جنيه، فضلا عن العثور على 15 كشفا أثريا جديدا. جاء ذلك في رسم توضيحي للمركز الإعلامي للمجلس حول قطاع أو إنجازات قطاع الآثار خلال عام 2018. قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الوزارة تعمل بجانب تجديد وتطوير الخطاب الديني على تطوير خدماتها، ومن بينها مستشفى الدعاء الذي يتم تزويده بمجموعة من الأجهزة في قسم القلب والرعاية المركزة. وخلال افتتاحه المرحلة الثانية من تطوير مستشفى الدعاء أضاف جمعة أن المستشفى ليس مؤسسة ربحية. وزارة الأوقاف في الوقت الذي نعمل فيه على تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، نعمل بنفس التوازي على تعظيم استثمارات الأوقاف والعمل في المشروعات التنموية. وكان اهتمامنا أيضا تطوير هذه المستشفى، بدأنا في بداية هذا العام في أوائل العام الماضي 2018 في شهر 4 تقريبا كانت المرحلة الأولى. احنا ليه اخترنا على مراحل؟ لأن احنا لو كنا دخلنا في البنية الإنشائية مرة واحدة كنا محتاجين نغلق المستشفى تقريبا لحوالي 6 أشهر كاملة على الأقل عشان تعمل تطوير شامل. فاخترنا التطوير على مراحل بحيث لا تغلق المستشفى، لأن بتخدم فئة واسعة من العاملين وبخاصة من العاملين في الأوقاف، ودول اللي احنا بنحرص ألا تتوقف لهم الخدمة. التطوير بيسير على عدة اتجاهات. يعني هذا الجهاز جهاز من أحدث الأجهزة اللي تم تركيبها في المستشفى، وسمعته شرح للسادة الأساتذة عن مهامه. افتتحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ومحافظ المنوفية سعيد عباس مشروع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة والتالفة أوتوماتيكيا بشركة النسر للصناعات الكيماوية بمدينة السادات في المنوفية. وأكدت الوزيرة في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أن هذا المشروع يحقق أبعاد التنمية المستدامة ويسهم في خلق 200 فرصة عمل جديدة، إلى جانب تحقيق الكثير من العوائد البيئية، لأنه سيعمل على إعادة تدوير البطاريات أوتوماتيكيا. من جانبه قال محافظ المنوفية أن هذا المصنع سيوفر بيئة نظيفة. الفكرة بتاعت المشروع هي إعادة تدوير البطاريات التالفة بطريقة تكون صديقة للبيئة. التحديات اللي كانت قدام المشروع ده إن كان العاملين بيستخدموا إيديهم في عملية إعادة التدوير أو التكسير بتاع البطاريات دي، بيطلع منها مواد خطرة بتضر بالعاملين وبالصحة العاملين في المنشأة نفسها، بتزود أحمال التلوث على الصرف الصناعي، ما كانتش مجدية للدرجة. الفكرة اللي احنا عملناها مع المصنع في خلال الفترة اللي فاتت ان احنا عملنا عملية اعادة تدوير اوتوماتيكي، بمعنى ان احنا استخدمنا تكنولوجيات يتم اعادة تدوير البطاريات دي بحيث نستخدم كل جزء فيها. بيحصل فصل للحامض الكبريت، بيحصل فصل للرصاص، بيتم اعادة استخدام الرصاص تاني، البلاستيك اللي بيطلع منه بيتم اعادة استخدامه. ده المصنع ده اضافة لينا النهاردة كمصنع. انا كمحافظ منوفية سعيد بوجود مصنع زي كده عندي. انا عندي 2 مطاعم صناعية بيضموا 931 مصنع. لما يكون عندي مصنع بهذه التكنولوجيا اللي يعمل اللي يبقى موفر الأمن وموفر عمالة، موفر عملة، موفر بيئة نظيفة للمحافظة، وبالتالي احنا بنتكلم في عائد اجتماعي وعائد بيئي محترم جدا جدا. يعني
أحال مجلس القضاء الأعلى للتحقيق ما أثير من مناقشات لبعض القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت بحسب المجلس بغير حق تناولت شأنا من شؤون القضاء. وأشار المجلس إلى أن ما أثاره بعض القضاة ترتب عليه قيام البعض من غير القضاء بتناول تلك الأمور بما ينال من هيبة القضاء واستقلاله، ويخالف قرارات المجلس المتواترة بمنع تداول الأمور الخاصة بشؤون القضاة في وسائل الإعلام المختلفة. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نائب وزير الخارجية اليوناني ترينس كويك سبل تطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا فضلا عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول ترتيبات انعقاد المرحلة الثالثة من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية والتي من المقرر أن تنعقد في استراليا خلال العام الجاري برعاية رؤساء الدول الثلاث، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين شعوب الدول الثلاث. أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة دون طيار تابعة للحوثيين في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وقال الجيش في بيان له إن الطائرة التي تم إسقاطها تبين بعد فحص حطامها أنها كانت تحمل متفجرات وأنها إيرانية الصنع وكانت تهدف إلى قصف مواقع الجيش في جبهة مران، لافتا إلى أن ألوية العروبة التابعة للجيش أسقطت الأسبوع الماضي طائرتين مسيرتين تابعتين للميليشيا في الجبهة ذاتها. طرحت بريطانيا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلفين بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. جهود دبلوماسية تسعى من جديد لاحتواء الموقف الميداني في اليمن خصوصا في مدينة الحديدة الاستراتيجية. ففي مجلس الأمن طرحت بريطانيا مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلفين بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة بسبب تعنت ميليشيا الحوثي. المشروع البريطاني ينص على نشر نحو 75 مراقبا في الحديدة ومينائها وفي مرفأي الصليف ورأس عيسى لفترة أولية مدتها 6 أشهر، فيما توقع دبلوماسيون أن يطرح المجلس مشروع القرار على التصويت الأسبوع المقبل. وبموجب اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي تنشر الأمم المتحدة فريقا من المراقبين الدوليين، إلا أن الفريق المتواجد حاليا يتألف من 16 مراقبا دوليا فقط بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت. مشروع القانون المقترح يأتي بعد أن طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة وميناء الحديدة وإعادة نشر قوات طرفي النزاع. كما طالب غوتيريش جميع الأطراف المعنية بالدفع لتحقيق تقدم كبير لإرساء الهدنة قبل انعقاد جولة المحادثات المقبلة. بموازاة التعنت الحوثي لا تملك جهود الوساطة إلا بذل كل محاولة ممكنة لإنقاذ اتفاق السويد وحمل الحوثيين على الالتزام باستحقاقات السلام التي يتهربون منها. تمكنت القوات السورية من إحباط محاولات تسلل لعناصر إرهابية إلى ريف إدلب. وقالت مصادر عسكرية سورية أن قوات الجيش نفذت ضربات بالمدفعية على محاور تحرك وتسلل المجموعات الإرهابية في بلدة تمنعة ومحيطها بريف إدلب الجنوبي. في سياق متصل أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل باتجاه النقاط العسكرية السورية شمالية محافظة حماة وتمكنت من قتل وإصابة عدد من المسلحين المتسللين.
طلبت الخارجية السورية مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وصفة هذه الاعتداءات بأنها محاولة من الحكومة الإسرائيلية للهروب من مشاكلها الداخلية. وكان التلفزيون السوري أعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية وأسقطت عددا منها فوق سماء العاصمة السورية دمشق، مشيرا إلى أن العدوان أسفر عن إصابة أحد المستودعات بالقرب من مطار دمشق فقط. أعلنت مصادر سورية أن رتلا عسكريا تركيا دخل الأراضي السورية عبر معبر حدودي شمالي إدلب، وتعد هذه المرة الأولى التي يدخل فيها رتل عسكري إلى إدلب منذ الاشتباكات بين جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وفصائل عسكرية موالية لأنقرة. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بالتكتيكي، لافتا إلى أن هذا الانسحاب لن يؤثر على القدرات العسكرية الأمريكية المواجهة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي وتحييد إيران. وأوضح بومبيو أن بلاده تعمل على إيجاد مسار سياسي في سوريا يمكن النازحين من العودة، مؤكدا أن تدمير داعش له أولوية قصوى وستقوم الولايات المتحدة بذلك بالتعاون مع حلفائها. كان بومبيو قد وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار زيارته الحالية للمنطقة. قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك إن واشنطن ستمارس ضغوطا أكبر على إيران باعتبارها العنصر الأساسي في زعزعة استقرار الشرق الأوسط. ودعا المبعوث الأمريكي السلطات الإيرانية إلى وقف الممارسات المزعزعة للاستقرار في المنطقة، لا سيما عملها على مفاقمة الأوضاع في اليمن، مضيفا في الوقت ذاته أن بلاده تدعم المملكة العربية السعودية والإمارات في الدفاع عن نفسيهما ضد اعتداءات الميليشيا الحوثية. كشف موقع نورديك مونيتور السويدية عن تفاصيل اتفاقية عسكرية سرية بين تركيا وقطر التي بموجبها تنتشر قوات من الجيش التركي على الأراضي القطرية. وأوضح الموقع أن الاتفاقية تلزم الدوحة بتقديم قائمة طويلة جدا من الخدمات المجانية للجنود الأتراك، لافتة إلى أن الاتفاق لا يقتصر على التدريبات العسكرية فقط، بل تضمن إجراء عمليات أو تضمن إجراء عمليات والتي قد تشير إلى مهمات قتالية للقوات التركية. أكد النائب العراقي عن كتلة المحور الوطني مقدام الجميلي استمرار الخلافات بخصوص المرشح لتولي وزارة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. ورجح النائب أن يكون سليم الجبوري والقاضي رزكار محمد أمين هما الأقرب لتولي وزارتي الدفاع والعدل على التوالي، منوها إلى أن الحوار بشأن مرشح الوزارتين وصل لمراحل متقدمة. أكد المتحدث الرسمي للقمة العربية الاقتصادية رفيق شلالة أنه تم إنجاز كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد القمة المقررة يوم 19 و20 من شهر يناير الجاري في بيروت، وأشار إلى أن جميع مرافق القمة ستصبح جاهزة خلال اليومين المقبلين، سواء فيما يتعلق بمقر الاجتماعات الوزارية أو المركز الإعلامي أو مقر القمة. أعربت السفيرة هيفاء أبو غزال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن الحرص على إقامة المشروعات التي تعزز من دور الشباب العربي. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز قالت السفيرة هيفاء أبو غزال إن الجامعة العربية تهتم بالمجتمع المدني باعتباره شريكا في أجندة التنمية. إحنا بهمنا جدا أي مشاريع تعزز دور الشباب في المنطقة العربية، وطبعا إحنا التجارب الموجودة في الدول العربية ممكن تستفيد منها دول عربية أخرى. يعني حضرتك ذكرت إحنا طبعا على معرفة بالتجارب تقوم فيها مصر في هذا المجال، وأيضا طبعا هناك عديد من الدول العربية اللي عندها مشاريع بهذا المجال، وطبعا هذه المشاريع تختلف بين دولة وأخرى حسب الاحتياجات وحسب ما هو المتطلبات
الاحتياجات اللي موجودة في الدولة المعنية أو في المنطقة، أو وما هي إمكانية أن يحصل الشاب على تمويل. أنه كتير في بعض الدول عملت صناديق خاصة لهذه المشاريع اللي ممكن فيها تساعد رواد الأعمال الصغار أنهم يبدوا بمشاريعهم الخاصة، وفيما بعد يتم من قبلهم أنهم يسدوا اللي أخذوه سواء كانت قروض أو غيرها، وممكن هاي تساهم بأنه تدعم طبعا شباب آخرين يقوموا بهذه الأعمال. شهدت الموجة التاسعة من احتجاجات حركة السترات الصفراء في فرنسا مواجهات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين، فيما أعلنت الشرطة اعتقال العشرات من المتظاهرين وسط انتشار 80,000 من عناصر الأمن وتهديدات وزير الداخلية كريستوف كاستانيه برد قوي على أي أعمال عنف خلال التظاهرات. وشهدت شوارع العاصمة باريس كرا وفرا بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث رشق المحتجون رجال الشرطة بالحجارة، فيما ردت الأخيرة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المحتجين في الموجة التاسعة للتظاهرات بلغ 84,000 محتج من حركة السترات الصفراء. قالت السلطات الفرنسية أنها تعتزم نشر نحو 80,000 من قوات الأمن في أنحاء البلاد وسط مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات بسبب احتجاجات السترات الصفراء التي بدأت منذ نحو شهرين. قتل 4 أشخاص وأصيب عشرات آخرون إثر الانفجار الهائل الذي وقع في أحد المخابز بالدائرة التاسعة في وسط العاصمة باريس. من جانبها قالت الشرطة الفرنسية أن الانفجار نجم عن تسرب للغاز، موضحة أنه تسبب في تحطيم نوافذ المباني المجاورة وتدمير عدد من السيارات. هذا وأعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستينير أن الوضع أصبح تحت السيطرة، مشيرا إلى أن نحو 200 من رجال الأطفاء شاركوا في عملية إخماد الحريق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولين سابقين بمكتب التحقيقات الفيدرالية FBI وصفهم بالفاسدين فتحوا تحقيقا ضده بتهمة التعامل مع روسيا دون دليل. وفي تغريدة له على تويتر أشار ترامب لأنه كرئيس للولايات المتحدة كان
أكثر صرامة تجاه روسيا من سابقيه من الرؤساء، لافتا في الوقت ذاته إلى أن العلاقات الجيدة مع روسيا أمر جيد وليس سيئا، متوقعا أن تكون لدى واشنطن علاقات جيدة مع روسيا مجددا في يوم من الأيام. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للنواب الديمقراطيين بالكونغرس للتفاوض معهم من أجل الوصول لاتفاق ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة وينهي أزمة الحدود مع المكسيك. وقال ترامب في تغريدة له على تويتر إن الديمقراطيين بإمكانهم حل مسألة الإغلاق الحكومي في 15 دقيقة، داعيا الأمريكيين إلى دعوة نوابهم الديمقراطيين بالكونغرس لحل الأمر. قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكية الديمقراطية نانسي بيلوسي إنه يجب إنفاق الأموال على حماية الحدود وتأمينها وليس على بناء الجدران. وأضافت بيلوسي أن هناك فكرة أفضل بشأن كيفية تأمين الحدود، وهي القيام بذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا والبنى التحتية الذكية التي تؤدي المهمة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حمل في خطابه الأخير خصومه الديمقراطيين المسؤولية عن الإغلاق الحكومي الذي يشل منذ أكثر من أسبوعين قسما من الإدارات الفيدرالية في البلاد. أصبح الإغلاق الذي يشل جزءا من الإدارات الفيدرالية للحكومة الأمريكية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدخوله اليوم 22. المزيد في سياق العرض التالي. إذا للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من واشنطن الدكتور عاطف عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية. دكتور عاطف مرحبا بحضرتك على إكسترا نيوز، وهذا هو اليوم 22 من هذا الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية أو بعض أو جزء من إدارات الحكومة الأمريكية. الشارع الأمريكي إلى من يحمل هذه المسؤولية؟ طبعا دعني أقول أن الرئيس ترامب هو في قبل أسبوع قال أنه يتحمل اللوم، أنه على استعداد لتحمل اللوم، ولكنه قال أن إغلاق الحكومة الفيدرالية ثمن لابد منه من أجل هدف مصلحة الأمن القومي الأمريكي، فهو يصور أزمة الحدود أو أزمة دخول اللاجئين ورغبة الرئيس ترامب في بناء جدار لمنع دخول المخدرات، لمنع دخول من يسميهم المجرمين، لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين، يسمي هذا مصلحة قومية للأمن القومي الأمريكي. لكن بصورة عامة الشارع الأمريكي حتى الآن يلقي باللائمة على الرئيس ترامب وعلى الجمهوريين. نعم، الرئيس ترامب في تغريدة له على تويتر يدعو الأمريكيين إلى دعوة نوابهم الديمقراطيين بالكونغرس لحل الأمر. هل ترى أن في ذلك إدخال للمواطن الأمريكي والشارع الأمريكي في هذه المسألة؟ طبعا الشارع الأمريكي سوف يدخل في هذه المشكلة، لأنه مع تزايد الضغوط، يعني بالأمس يوم الجمعة عندنا هنا بالتوقيت المحلي لم يحصل 800 ألف موظف فدرالي على رواتبهم، وبالتالي الآن يعانون من مشكلة من ضائقة مالية، لأنه في الولايات المتحدة كما تعلم أن الناس يعيشون على أقساط شهرية، يعني يدفعون الإيجار، يدفعون قسط بيوتهم، يدفعون الكهرباء، الغاز، يدفعون الكريدت كارد بالتقسيط، كل شيء هنا بالتقسيط. فإذا مر شهر دون أن يكون في جيب الموظف المواطن الأمريكي أي مبالغ مالية، معنى هذا أنه سوف لن يتمكن من الإنفاق على حكومته. لكن بدون شك الرئيس ترامب
ترامب ومعه الديمقراطيون ومع الجمهوريون عقدوا عدة اجتماعات الآن، فلست أتصور أن اجتماعا إضافيا يمكن أن يؤدي إلى حل سريع للمشكلة كما يقول خلال ربع ساعة. يجب أن تكون هناك حلول وسط، يجب أن يتمكن الطرفان من قبول حلول وسط، لأنه بدون هذه الحلول الوسط إذا أصر كل موقف على كل طرف على موقفه الأصلي لا يتزحزح عنه لن يكون هناك حل. البعض يذهب إلى أن كل طرف ربما يقف على موقفه ويشدد على موقفه وعينه على الانتخابات القادمة. نعم إلى حد كبير هذا صحيح، ولكن الرئيس ترامب أيضا يقول إن الجدار لازم، والديمقراطيون يقولون لا يجب أن نفتح الحكومة أولا ثم نتفاوض بشأن مسألة الجدار ومسألة الهجرة. يعني يجب أن يكون هناك فصل بين الاثنين. لماذا نربط بين الأمرين؟ الحكومة الفيدرالية يجب أن تفتح أبوابها، الموظفون يجب أن يعودوا إلى أعمالهم، ثم بعد ذلك من الممكن للطرفين البدء في مفاوضات بشأن الجدار الحائط، بشأن الهجرة وما إلى ذلك. يجب أن يكون هناك فصل بين الأمرين، وهذا ما يرفضه الرئيس ترامب حتى الآن، لأنه يعتقد أن إغلاق الحكومة الفيدرالية سيكون أداة ضغط قوية لتحقيق ما يرغب في تحقيقه. لكن رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي تقول أو ربما تطرح حلا بأن هناك فكرة أفضل بشأن كيفية تأمين الحدود، وهي القيام بذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا والبنى التحتية الذكية. برأيك هل من الممكن أن يكون هذا الحل هو حل وسط بين الطرفين؟ هذا ما يطالب به الديمقراطيون. الديمقراطيون يقولون يجب أن نستخدم التكنولوجيا، يجب أن نعزز ونزيد من عدد حرس الحدود، يجب أن نستخدم كاميرات فيديو، يجب أن نستخدم درون، طائرات بدون طيار، أجهزة إلكترونية لمراقبة الحدود. ولكن الرئيس ترامب مصمم على جدار خرساني، وهو في الآونة الأخيرة بدأ يتنازل أو يبدي مرونة بشأن نوعية هذا الجدار، بعد أن قال في البداية أنه يرغب في جدار من الخرسانة والفولاذ، بدأ الآن يتحدث عن أوكي سياج من الخرسانة من الفولاذ. إذن يعني هل مثلا هل من جانبهم سيقبل الديمقراطيون مثلا بزيادة المبلغ الذي عرضوه على الرئيس ترامب؟ هم يعرضون عليه 1.3 مليار دولار لأمن الحدود، وهو يرغب في 5.7 مليار دولار. إذن هل يمكن للديمقراطيين إذن كحل وسط زيادة المبلغ الذي يعرضوه على الرئيس ترامب؟ نعم. علينا أن ننتظر. دكتور عاطف، إذا كان هذا صحيح. أخيرا وأرجو منك في إجابة المقتضبة، هل من المتوقع أن يزيد هذا الإغلاق عن 22 يوما؟ نعم سوف يستمر إلى أكثر من 22 يوما. شكرا جزيلا في كل أحوال الدكتور عاطف عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا. أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون أن بلاده لا تعترف بسلطات رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، معتبرا أنه حصل على السلطة بالقوة. وأكد بولتون أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية ضد السلطات الفنزويلية. وكان مادورو قد أدى اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي بعدما فاز بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات، فيما رفض منافسه نتائج الانتخابات. أعلنت مصادر دبلوماسية في كوريا الجنوبية أنه من المنتظر أن تعقد سول وواشنطن اجتماعهما الثالث لمجموعة العمل حول كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. يأتي هذا فيما تستعد واشنطن وبيونغيانغ لاستئناف المحادثات التي يشارك فيها مسؤولون من البيت الأبيض والمكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية ووزارة الوحدة. أعلنت البحرية الأمريكية أن قائد العمليات البحرية الأدميرال جون ريتشاردسون سيبدأ غدا زيارة إلى الصين تستمر حتى الأربعاء المقبل. وقالت البحرية الأمريكية أن الهدف من الزيارة مواصلة الحوار والحد من المخاطر بين الجيشين. يأتي ذلك في ظل توتر بين واشنطن وبكين في بحر الصين الجنوبي وأيضا على الصعيد التجاري.
أكد عضو لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الروسي أن بلاده قادرة على توفير الحماية الكافية لأمن حدودها الشمالية، وذلك ردا على خطة الولايات المتحدة إرسال سفن حربية إلى منطقة القطب الشمالية. وقال البرلماني الروسي أن موسكو وضعت أمن حدودها الشمالية تحت المراقبة الكاملة، مشيرا إلى أن بلاده على معرفة مسبقة بالتهديدات الآتية من الشمال. كما أكد أن موسكو بإمكانها القيام بردود مختلفة، منها إرسال طائرات حربية إلى بلدان قريبة من الولايات المتحدة. قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة تعد شريكا في تنفيذ خطط زيادة الانتاج بما تمتلكه من مناطق عمل واعدة وكوادر بشرية مؤهلة. وخلال ترأسه اجتماع الجمعية العامة للشركة العامة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية العام المالي الجديد، أشاد الملا بإنتاج الشركة ونتائجها الإيجابية خلال السنوات الأخيرة. أكد رئيس الهيئة العربية لتصنيع الفريق عبد المنعم التراس وجود إرادة سياسية حقيقية للتعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات. وخلال استقباله سفير دولة رواندا بالقاهرة صالح هبيمانا، أشار التراس إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته للهيئة بتعزيز التعاون الكامل مع دول القارة السمراء في جميع المشروعات التنموية. من جانبه أشار السفير الرواندي إلى أن مصر تعد من أكثر الدول تعاونا مع بلاده، معربا عن التطلع للتعاون معها وفتح سوق للمنتجات المصرية. تفقد وفد من قيادات العمل الزراعي بدولة السودان مناطق تطوير الري الحقلي بمركزي أبو حمص وكفر الدوار بمحافظة البحيرة. وقال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة محمد الزواوي لإكسترا نيوز إن زيارة الوفد السوداني تأتي في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات والثقافات بين البلدين الشقيقين للاستفادة في السودان بالمشروعات الزراعية الناجحة في مصر، مشيرا إلى أن الوفد السوداني زار إحدى المدارس الحقلية للتعرف على دورها في توصيل الرسائل الإرشادية للمزارعين. في تعاون مشترك بين دولة السودان ودولة مصر وتبادل خبرات، تبادل ثقافات معينة، بيزوروا المشروعات اللي مصر نجحت فيها على أساس أنه ممكن يستفادوا بها في السودان. كان عندنا قيادات العمل الزراعي في جمهورية السودان الشقيقة وتفرجوا على الإنجازات اللي تمت على أرض الواقع في عملية ترشيد مياه الري في مصر على أساس أنها ممكن تطبق على كل مسار خط النيل من المنبع لغاية النهاية. احنا طبعا في فعلا مشكلة عندنا في مياه الري في مصر، والمشكلة دي جعلتنا ان احنا لازم نوجد لها حلول. من ضمن الحلول ان احنا بنعمل عملية تطوير للمسائل الري الفرعية والرئيسية. للمزيد حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الوادي الجديد لاستعراض الخطط التنموية والخدمية بالمحافظة، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عماد حسني مدير المكتب الفني لمحافظة الوادي الجديد. أستاذ عماد رحب بحضرتك على إكسترا نيوز، وأهم مدار اليوم في لقاء السيد الرئيس. أهلا، صباح الخير، مساء الخير يا فندم. والنهاردة حقيقة اللقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بحضور وفد من المحافظة بيمثل كل فئات المحافظة من القيادات التنفيذية الشعبية والشباب، وكان استعراضنا كان اللواء محمد سلمان زملوط محافظ الوادي الجديد استعرض أهم الإنجازات اللي تمت خلال 4 سنوات الأخيرة.
على أرض المحافظة في جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة، وكمان استعرض حضرتك الصعوبات والتحديات اللي بتواجهها المحافظة وكيفية التغلب عليها وطرق الحل الغير تقليدية التي لا تكلف الدولة أي ميزانية أو أي أعباء مالية، وطرق غير تقليدية تم عرضها على السيد الرئيس، وبصراحة السيد الرئيس أعجب بها وأبدأ رأيه في جميع الحلول. وكمان جينا في آخر حاجة في العرض استعرضنا مقترحات التطوير اللي ممكن نعملها كخطة مستقبلية للمحافظة للنهوض بالمحافظة في جميع القطاعات التنموية، ودوت ده كان موجز للعرض اللي احنا استعرضناه. وكان السيد الرئيس بيوجه ببعض التوجيهات للقطاعات وكيفية ان نقدر ان لازم تكون مراعاة المواطن المحدود الدخل ومراعاة الشعب الوادي وكيفية ان ننهض بالثروات الزراعية بالمحافظة وخاصة محصول التمور والقمح، ودي انها بتمثل الركيزة الرئيسية في المحافظة. استاذ عماد، انت تتحدث عن وجود خطط لدى المحافظة، خطط مستقبلية وتنموية لصالح المحافظة ولصالح المواطن الموجود في محافظة الوادي الجديد. ابرز ملامح هذه الخطط او ورقة العمل التي قدمتموها اليوم للسيد الرئيس. هو حضرتك كان احنا كنا من ضمن الحاجات اللي قدمناها في المقترحات ان هو عمليه عمل انشاء بورصه تمور في الوادي، ودي حاجه هتعمل طفره في محصول التمور، لان حاجه الوادي الجديد من المحصول الرئيسي في الوادي الجديد اللي هو التمر. ولان احنا عندنا حاجه في حدود 2 مليون نخله ننتج في حدود 120 ألف طن تمر، من اجود انواع التمور اللي ممكن لو تم الاهتمام بيها، وعلى كلام السيد الرئيس لو تم الاهتمام بيها هنقدر نوصل لمراكز عالميه، مش على مستوى جمهوريه مصر العربيه ولا على مستوى المحافظه، لو انما على المستوى العالمي في مجال التمور. ده بالنسبه للتمور. وبالنسبه للقمح برضو احنا عندنا القمح من اجود انواع الاقماح، وكان السيد المحافظ استعرض ان هو ادخال سلالات جديده لزياده الانتاجيه للقمح، على اساس نقدر نزود الانتاج للقمح، لان القمح محصول استراتيجي هيفيد جمهوريه مصر العربيه وهيدخل دخل كبير. استاذ عماد، محافظه الوادي الجديد هي اكبر المحافظات المصريه من حيث المساحه على الاطلاق، انتم تشاركون في مشروع 1.5 مليون فدان، هذا فيما يخص الزراعه. السيد الرئيس اليوم في هذا الاجتماع وجه بالعمل على تنميه مسار الزراعه والانتاج الحيواني بالمحافظه، هل لديكم انتم في المحافظه خطه لتنميه هذا المجال سواء في الزراعه والانتاج الحيواني؟ بالضبط حضرتك، احنا كان عندنا مقترحات التطوير استعرضها السيد المحافظ على السيد الرئيس بالنسبه لمشروع نصف مليون فدان من ناحيه القمح وزياده الرقعه الزراعيه بالمحافظه اسوه بالمليون نصف فدان عندنا في الدخله في زياده الرقعه الزراعيه، التوسع في انشاء المزارع الانتاج الحيواني في كذا انشاء كذا مزرعه انشاء انتاج حيواني بطاقات اجماليه تصل الى 20 ألف راس. ديت هتدخل دخل للمواطن ابناء الوادي وهتزود الثروه الحيوانيه والداجنه في ارض المحافظه يعني. نعم، الاستاذ عماد حسني مدير المكتب الفني لمحافظ الوادي الجديد، شكرا جزيلا لك، حدثتنا عن هذا الاجتماع الذي عقد اليوم بين القيادات التنفيذيه لمحافظه الوادي الجديد مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا جزيلا. افتتحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف معرضا مؤقتا بعنوان قناة السويس على مر العصور، وذلك بمتحف الفن الإسلامي احتفالا بمرور 115 عاما على افتتاح المتحف ومرور 149 عاما على افتتاح قناة السويس، وسيستمر لمدة أسبوع واحد. ضم المعرض مجموعة من مقتنيات متحفيات قناة السويس تحكي تاريخ حفر القناة، مثل مكتات لسفينتين وصور فوتوغرافية لبعض الشخصيات التي كانت ذات صلة بالقناة، مثل فرديناند ليسبس والخديوي إسماعيل والرئيس جمال عبد الناصر، وصور لقناة السويس إبان عمليات الحفر. النهاردة احتفال 114 سنة متحف الفن الإسلامي، والنهاردة 149 سنة على افتتاح قناة السويس حاليا، والنهاردة فخر بقناة السويس الجديدة والمجهود الجبار اللي عمله هيئة قناة وفريق مهاب والشعب المصري
الإيد القوية والمكافحة. النهاردة بنحتفل كلنا مع بعض، جمهور جاي من إسماعيلية وجمهور القاهرة مجتمعان مختلفان، ممكن يكونوا في الفكر ولكن وليس في الحضارة، ممكن يكونوا مختلفين في الذوق ولكن ليس في الوطنية والانتماء. فالنهاردة بنجمع ما بين الحضارة الإسلامية بجنبات ومقتنيات المتحف الفني الإسلامي، وأيضا بعض المقتنيات القادمة من متحف الفن، متحف القناة الصغير إن شاء الله اللي ينتهي المتحف القناة الكبير. طبعا معروف المتحف الإسلامي أكبر متحف للآثار الإسلامية على مستوى العالم. فكرة إنشاء المتحف كانت البداية، المتحف كان في جامع الحاكم في صحن الجامع، ولما زادت التحف ابتدت الفكرة في عهد الخديوي إسماعيل، وافتتحوا في عهد عباس حلمي الثاني في 1913. المتحف الإسلامي بيحتوي على أكثر من 100,000 تحفة من مختلف، من خشب، معادن، زجاج، مخطوطات. الحدث ده من الأحداث المهمة جدا، هو بيأتي ضمن خطة متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة. متحف الفن الإسلامي راح لمترو الأنفاق، عملنا معرض هناك في مترو الأنفاق. متحف الفن الإسلامي راح بعض الجامعات المصرية، متحف الفن الإسلامي راح مكتبة اسكندرية وعرضنا بعض اللوحات هناك. جاء الدور على قناة السويس، والصدفة جمعت افتتاح قناة السويس أو ذكرى مرور 149 سنة على افتتاح قناة السويس، ومرور 115 سنة مرور 115 سنة على افتتاح متحف الفن الإسلامي. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه جاري التنسيق مع كافة الوزارات المعنية من أجل سرعة الانتهاء من الترتيبات الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية. وخلال تفقده المنشآت الرياضية باستاد القاهرة الدولية، أشار مدبولي إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية للتأكيد على ما سيتم إنجازه ودراسة الوضع القائم لكافة الاستادات التي ستشهد مباريات البطولة، لافتا إلى أهمية التركيز على كافة العناصر الخاصة بإبراز البطولة بالشكل اللائق. خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بهدفين دون رد من فريق مازيمبي كونغولي في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الرئيسي بمدينة لومباشي في افتتاحية المجموعة الثالثة لدوري الأبطال الأفريقية. يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان غروس تدريباته الجماعية اليوم على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية استعدادا لمواجهة اتحاد طنجة غدا الأحد في ذهاب دور 32 مكرر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. وقرر مجلس الإدارة صرف مكافآت فورية للاعبين والجهاز الفني في حالة الفوز بمباراة الغد. أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد. وخلال اتصال هاتفي أجراه صبحي ببعثة المنتخب، أشار صبحي إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام منتخب السويد، هذا ويواجه المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره القطري في 4:30 من مساء غدا الأحد في ثاني مبارياته ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في ألمانيا والدنمارك. Oh,
وفي ختام هذه الجولة تذكرة بأبرز ما جاء بها من أنباء. السيسي يزور الأردن غدا للقاء الملك عبد الله الثاني لبحث تطورات القضايا الإقليمية. سوريا تطالب مجلس الأمن بمنع الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها. ترامب يجدد دعوته للديمقراطيين للتفاوض معه لإنهاء الإغلاق الحكومي. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.